خسرت الملايير ديال الدراهم في بعض الشوارع اللي هي اهمها الشارع هذا. اهمها هو الشارع اللي كيربط ما بين الولايه ولايه الامن الكبرى الى القصر الملكي. القصر الملكي وهذه الملايير يعني تكسرات واحد نسبة قليلة. سمعت انكم مفروض ان يكون الشارع هذاك ما تنشوفوه في حالك بحال هذا الشيء هذا. وهو يعني هو في الغالب كان يعني هذا الشارع هذا وهذا يعني تاهت الزليج لاني باش تصوب هذا باش تصوب الطوارات وهذا هذا راه كان الزليج يعني هو في الاصل ديالو الزليج يعني البريون بحال قلت لك هذا الجلسة اللي دايرينها الناس يعني باش يستراحوا فيها. ولكن الغريب في الامر هو ان هاد المحبين ديال شباط كانوا كيمشيو في هاد الشارع باش يمتعوا النظر ديالهم وفي الطبيعه الخلابه وفي المنظر الجميل ساعه يعني كانوا كيزلقوا كانوا كيمشيو كيزلقوا بسبب هاد الزليج اللي دار رخام رخام اللي دار هو اصلا كيزلط اللي كانت التسكيرات ديالو من هو هذا الرخام كيزلط ولكن بقاو فيه الناس بقاو فيه الناس وقلبوا لهم جهه الحرشه اللي ما كتزلقش باش الناس ما يطيحوش جاي وما يتهرسوش جاي باش يتم اضاعه الملايير من اجل البو التالي رجعنا حرشه التالي رجعنا يعني طوطوات عاديه كما يعني في سائر يعني الشوارع كذا و يعني وبزاف ديال يعني بزاف احنا اللي كنشوفوا حتى في الحملات الانتخابيه الاموال الطائله اللي كتصرف يعني في هذه الحملات الانتخابيه وكاين بعض الفلوس اللي كتعطى يعني داخل البيوت ماشي يعني خارجها داخل البيوت وكذا وعندنا يعني وحنا كان يعني انا كمواطن يعني من حقي نحاسب اي حزب واي واحد اللي كنصوت عليه او اللي كنطلعوا يعني بالصوت ديالي كيطلع هو لواحد القمه ديال المسؤوليه وفي التالي داكشي كله كيضرب في الزيرو ممكن ابريك تعاود تشوفوا هذا يعني باش يتبين يعني ممكن زوار هذا الشارع يتاكدوا بنفسهم على ان هذا الرخام تم القلب ديالو ممكن تعاودنا العمليه نشوفوا السطح السطح ديال طبيعه الحال طبيعه الحال هذا الرخام ممكن اسمع منك سامعكم ممكن نسول ممكن توقف معايا هاد الزنيجه بغينا غير نبينوا للمواطن المغربي على ان الزليج هذا يعني كان الاصل ديالو كان رخام بحال الرخام يعني الزليج هو اللي خصو يتمشى عليه يعني بنادم هنايا وفي الاصل ولكن شفتوه مقلبوه على الجهه اللي هي حرشه واش من حيث الناس كانوا يتمشاو هنا كيتزلطوا لذلك قلبوه ردوا للجهه الاخرى اللي هي حرشه باش ما يبقاوش يزلقوا اذا كان المفروض يكون بحال هذا الزليج هذا كان المفروض يكون بحال هذا الزليج يعني رخام هذا رخام يعني ولكن حنا كنشوفوا على ان هذه الملايير ديال الدرهم اللي تصرفات على هذا النوع من الزليج اللي هو جا من الصين ولا من الشينوا ولا كما يعني كيف قالوا حنا كنشوفوا بان الناس ضايعه بالجوع وبالفقر وبالبطاله وكذا وحنا كنصرفوا الاموال طائله اللي هي في شي مسائل لا معنى لها وهي هنا كان بعض كما كنقولوا هذا الحزب هذا ولا كيستعن بمافيات عصابات في الحملات الانتخابيه والاستفاده ديال هاد الناس هادو بعض المشاريع اللي هي كما يعني الاسواق ومحطات وقوف السيارات وكذا وكذلك يعني نزيد واحد الحاجه بان يعني كاين هذه القضيه ديال الملايير ديال الدراهم اللي تخسرات شنقول لك انا اللي يكون في علمك على ان هذا الاسد هو من صانع تقليدي بمدينه فاس ويقطنوا بحي النرجس اسمه عبد المولى صانع قدير ممتاز من صناع الاحراث التقليديين اللي هما شهروا مدينه فاس بالصناعه التقليديه ديالها هذه من جهه ثانيه ان المال يعني الملايين اللي هي تخسرات على هذا السبع هذا اللي هو يعني كنشوفوا ان هذا الاسد يعني شنو هي المعنى يعني شنو هي الفائده من هذه الاموال اللي تخسرات على رغم ان هناك طبقه محتاجه لهذه الاموال اللي كتنفق مثل هذه الشوارع هذه مثلا الاحياء السكن الاي للسقوط اللي هي كتعج به المدينه القديمه
تزيد عليها بعد السكن الذي هو بجماعة ولاد الطيب زائد يعني بحي 45. يعني هاد الناس هادو وهاد الفقراء وهاد الناس المحتاجين هل يعني محرومون من هذه الدراهم ومن هذه الملايين التي تصرف على اشياء؟ هذا هو الموقع ديال برج ايفل اللي هو يعني لم تمر الا ايام قليله على وضعه على نصبه هنا حتى اختفى. عاد كنا كنشوفوا هنا شويه ما لا شيء. هذا هو المكان ديالو. نعم تصرف عليه مئات الالاف ديال الدراهم. انتما كتشوفوا الموقع وهذا الرمبان هذا اللي داير به اللي هي المساحه ديالو تقريبا نصف هكتار. نعم انتما كتشوفوا كذلك بغيت لك يعني تشوف الوضع ديال هذا الشارع اللي هو شارع محمد السادس اللي هو تكسرت عليه الملايين ديال الدراهم. علاش؟ من اجل يعني باش يكون شارع يعني شارع ممتاز للناس يستافدوا من 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 المفاجأة هذه المفاجأة ديال الشارع هذا هو اللي هو مقابل مع البرج. ولكن شنو المفاجأة؟ ولكن المفاجأة هو أن الشارع لم تمر على إصلاحه إلا شهور حتى وقع فيه كأن وقع فيه زلزال. زلزل بأكمله. السلم ديالو كله تخلى على الأرض هبطات. يعني هذه الميزانيه اللي خرجت اللي تصوبت بها هذا الشارع هذا بغينا يعني نعرفوا حنا كمواطنين مغاربه وكاننا حنا ولاد فاس وحنا اللي كيحتاجونا هاد المرشحين كيحتاجونا يعني في الانتخابات وكيدوروا علينا بالديور من اجل باش نصوتوا عليهم. بغيت نعرف وغيكون كذا وغنديروا وغنصلحوا البلاد وغنصلحوا. ما نرى الا التخريب. ما نرى شيء من الاصلاح الا التخريب. انت كتشوف التخريب اللي كاين وكتشوف الارض كتزلزلات يعني كانه وقع فيها زلزال. شكرا. وهذا يعني غير نعرفوا اذا يعني الاموال فين مشات ديال الشعب المغربي. شكرا جزيلا. وهل هذا يعني علاش الاموال كتضيع؟ مسائل اللي هي اصلا يعني الشعب عنده رغبه انه يشوف شوارع ممتازه مصنوعه. شكرا يعني شكرا جزيلا لك. كنا يعني كما قلنا في السابق لما طلعنا على الاحوال ديال الشارع اللي هو الذي الشارع الذي اذكر اسمه الذي يوجد في مقر الولايه يعني اللي فيه السبوعه وطن على السبوعه انهم يعني مصنوعين من القبص ومصنوعين وكذا وان الصانع فقط مغربي فاس مجرد يعني الصانع ديالو هو يقيم في سيدي ابراهيم حي سيدي ابراهيم ليس مجرد بالافتخار هذا افتخار. نعم وهذا نحن نفتخر بان لنا صناع تقليديين يعني يقومون بمثل هذه الانجازات. ثم اتينا بكم الى هذا الشارع واللي هو شارع محمد السادس لكي يطلع الراي العام ويطلع الشعب المغربي ويطلع محاربي الفساد الذي يدعي انهم يحاربون الفساد فلم يعلموا على ان راس الفساد وراس يعني هذا اللي كنشوفوا هذه الخسائر الماديه يعني اللي هي طائله يعني ولم تنجز اي مصلحه. يعني انت كتشوف كل شيء تراب وكل شيء ودابا كنشوفوا بان كاين بعض الكميوات بعض الشاحنات. نعم. اللي جايبين يعني الزليج وجايبين عاوتاني باش يوليو لاعاده ترميم هذا الشارع من جديد لكي لا ينكشف المستور. وهذا هو المستور. نحن نريد ان نكشف المستور لاننا مقبلين على انتخابات ويجب ان يطلع الشعب المغربي وان يطلع المواطن. شكرا. المغربي الناس يعني كيدعيونا حتى حنا المواطنين وما كنشوفوش شي حاجه مزيانه يعني شي حاجه مشلوحه مزيانه يعني انت كمواطن يعني كتنتخب وكتصوت على هاد الناس هاد الاشخاص الاحزاب وكتصوت على هاد الناس هاد المرشحين يعني شنو كتشوف يعني من بعد التصويت ديالك على هاد المرشحين شنو كتشوف يعني شنو هي المسائل اللي هي كيديروها يعني والحاجه اللي ما كيديروها؟ هما كيطلبوا منا كيسمحوا هاد الشيء ولكن هاد الشيء حنا ما كنشوفوش. هما كيسمحوا هاد الشيء ولكن هذا الشيء ما كيتصلحش. يعني ها هو هذا الشيء يلا في الصيف ما كاملش يعني كاع 6 شهور وهي خاصها تولي تعاود الخدمه ديالها. يعني هذا الشيء خاصنا نعرفوا على هذه الاموال كيفاش اللي كتمشي وكذا. احسن هاد الناس اللي يدعيو لا 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 الاصلاح واش ماشي هذا هو الفساد واش هذا هو الغباء يحكم الشعب المغربي؟ لا
حتى تخلص 56 ريال 58 ريال الكريدي كتخلص 56 ريال في الشهر ايه وفيك 58 ريال الكريدي في الشهر ولا في الشهر كل شهر خصك تخلصها كل شهر نخلصها علاش عندي كاتو عندي كريدي ديال الدار 26000 ريال 26000 ريال وعندي جوج كريديات ديال المرض كريديات دايرهم هنا ديال غرفة سهلة غرفة سهلة والبنكة داير جوج كريديات 150000 ريال في الشهر انت كتخلص على 56000 ريال دابا تتقالي 90000 علاش 100 درهم علاش نخدم انا في انعاش علاش شكون اللي موجود اللي يخدم في انعاش باش ما نصرف ما تاكل ما تاكل دابا تتقالي بحال تتقالي 60000 في الشهر 60000 ديال ما ودو تتقالي 60000 ان هاد السبع هذا هو اصلا مصنوع يعني من الجبس ومدهون نقولوا مدهون بالنحاس بالنحاس بالقبس يعني هو القبس والنحاس يعني هذه هي المواد اللي داخله فيه زائد الصباغه زائد يعني الصباغه باش النحاس هو هذاك النحاس نعم هو والغريب في الامر هو ان هاد السبع كيحرصوه ثلاثه ديال الناس ثلاثه الموظفين كل سبعة بثلاثة موظفين كل سبعة بثلاثة يعني بالثمن قدروه 1000 درهم لكل حارس وهذا الحراس كيتفرقوا ما بين يعني جوج 8 ساعات في 24 ساعة مفروقين على 24 ساعة 8 ديال السوايع لكل حراس يعني بمعدل 6000 درهم شهريا لستة ديال الحراس في الشهر غير على شحال جوج ديال السبوعة اذا هاد الحراس هادو اللي كيشتغلوا في هاد الحراسه هاد ال1000 درهم اللي كيشدوا اولا كيخلصوا منها الدواء كيخلصوا منها الكرا كيخلصوا منها عنده مثلا كنشوفوا هاد السيد هذا هاد السيد هذا واحد من الحراس اللي كيحرصوا هاد السبع انا واحد مريض ولد عندي مريض نعم شحال عندك ديال الدراري يا شيخ؟ عندك 6 ديال الدراري كلهم معاك في البيت لا معايا دابا معايا 3 كيقراو تقرا لا واحد قاعد بيطالي ومريض باش ما عنده شي مرض مخدرات المخدرات نعم ومريض عندك شي دار شي سكن قارب وهي اللي داير فيها كريدي داير فيها الكريدي شحال كتخلص ديال الكريدي في الشهر؟ 26 ريال في الشهر ديال الكريدي ديال الدار عندك شي حاجه اخرى شي كريديات اخرى؟ كريديات جوج كريديات ديالاش؟ البنك قرض فلاحي كريدي ديال الكريدي ديال غرفة سالف يعني شحال كتخلص فيهم بجوج بهم هاد 32000 في 29000 58000 مجموع 58000 ريال ديال الكريدي اللي كتخلص في الشهر وانت كتقاضى 56000 ريال في الشهر متقاعد يعني متقاعد في البلدية يعني كتخلص مدة 35 سنة ديال الخدمة يعني خدمتي انت اللي كنتي كتنظف الشوارع تنظف الأزبال والأزبال والنظافة نعم 35 عندي 35 عام ديال النظافة.